نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الأفضل. لأول مرة جوقة بيات للموسيقى معلية بقيادة الفنان درويش درويش والفنان سامر بشارة. تلقي تحية وتغني برفقة الفنان الكبير وديع الصافي. فكرة وإعداد جميل شفاني والفنان بطرس خوري على مسرح الإرينا جامعة عمان الأهلية. 11/5/2012 للحجز والاستفسار جميل شفاني الناصرة لورنس خميسة معلية وجميع مكاتب السياحة في البلاد. مع تحيات نيسم كينج. يا بيت بعهدك غيرك مساكين مازال القلب عم يخفق مساكن يا بيت بعهدك غيرك مساكين الدنيا وكل شي فيها مساكن ما بتسوي منك حفنة طراية. نيسم كينج ليس الوحيد لكنه الأفضل.